الله أكبر الله أكبر. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العلي العظيم. قبل أيام قرأت خبر صدمني كثيرا، أنه في الأشهر الماضية بالذات شهر أبريل الماضي، إحصائيات الزواج والطلاق كانت مرعبة. الزواج أحصي 1494 حالة عقد زواج و 623 حالة طلاق. حقيقة كارثة، كارثة ما وراءها من كارثة. كارثة أكبر من كارثة القتل الهائل الذي يجري في العراق. الطلاق دمار للمجتمع. ذكروا قبل أيام جملة تقارير في هذا الجانب، وأن البلد هذا البلد الطيب هو في أعلى درجات الطلاق في الدول العربية. ليس حديثي عن هذا الموضوع أبدا، وإنما هذا الموضوع يكشف عن حالة شديدة من تنافر النفوس وتدابر القلوب والكراهية الشديدة. حديثي عن هذا الموضوع. هناك مسألة جدا جدا مهمة لا يكاد يدركها الكثير من الناس. هذه الآيتان، هاتان الآيتان من سورة الجاثية 14 والآية 15، تتحدث عن هذا الموضوع الغامض على الكثيرين. بالنسبة إلى القلب، الله تبارك وتعالى
يقول قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. هذه فحوى، هذا يسموه قانون الملازمة بالأولوية. إذا كان الطرف الآخر لا يرجو أيام الله، فعلى المؤمن أن يغفر له. ليش؟ لام علة أكو، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أكو معادلة إلهية. الله تبارك وتعالى يريد يمتحن العباد. الله عنده بساط الله امتحان العباد. رب العالمين حقيقة هذه كلمة جدا صعبة، يحكم يوجب على العباد أن القلب وحساب القلب لا يكون خاضع لقضايا معادلات مادية مطلقة. الله يريد من المؤمنين أن يغفروا لغيرهم حتى يتمكن الله من امتحان عباده، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذا الغرض المهم لدى الله تبارك وتعالى يختل بسبب عدم استجابة الإنسان لهذا التكليف الإلهي. يغفروا مو معناته أنه يجاملوا، لاحظوا ما يقول الله جاملوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لا مو مجاملة ولا تصنع، والله ما يقول أنه لا تحاسبونهم، لا يغفروا. الغفران قضية قلبية، الغفران مو قضية سلوكية، مو أنه ما يحاسبوهم، لا أصلا أساسا يخرج الموضوع من قلبه. هذا شيء جدا صعب حقيقة. يغفروا للذين لا يرجون أيام الله فما دون ذلك أهون. أقل يعني إذا كان شخص يرجو أيام الله بس عنده توجه آخر، هذا بطريق أولى، مثل ولا تقل لهما أفن، هذا بطريق أولى، مو تضربهم، مو تعتدي عليهم ومو تشتمهم، هذا مفهوم الأولوية، فحوى يسموه. هذا قانون إلهي. في موضوع الحب والمحبة ثلاث عناوين غامضة لدى البشر، ربما يدركها البشر بشكل معكوس. أولا هاي العناوين الثلاثة الأساسية في مسألة في الحياة الاجتماعية، أهم أركان الحياة الاجتماعية هذه المسألة. أولا المحبة ليست انفعال وإنما هو فعل، مو أمر إحساسي. المحبة مو إحساس، هذا خطأ، الخطأ الأول. المحبة مو مشاعر، المحبة إرادة يصنعها الإنسان. بشنو؟ بمظاهر. الإنسان هو الذي يفعل الحب، مو هو منفعل. المحبة مو أمر انفعالي. الناس يقول أنا مجبول شو أسوي؟ المحبة ما تحكم، ما إلها حكومة على الإنسان، على سلوكيات الإنسان. المحبة شيء يصنعها الإنسان، الإنسان يوجد في قلبه الحب، وليس الإنسان محكوما للبغض وللحب، أبدا مو محكوم. هذه الحالة حالة الناس الانهزاميين. المنهزم دائما يقول أنا شو أسوي؟ الإنسان غير الفاعلين. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، المحبة قانون مثل قانون الجاذبة. أكو واحد ينزعج من قانون الجاذبة
ليش الجاذبة ما تسمح لأن يطير؟ قانون الله تبارك وتعالى فرض إن الله يحكم. القرآن الكريم آية قرآنية، آية قرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر واجب، هذا فد واجب، قانون كوني. الإنسان قلبه ليس موضعا للبغض، ليس موضعا للكراهية، هذا خطأ كبير. الله لم يخلق القلب لأن إنسان يكن فيه عداوة لشخص، القلب مو موضع لهذا الأمر أبدا، إلا في استثناء واحد وهم أعداء الله تبارك وتعالى. نعم، إحنا عندنا فد مصيبة أن دائرة عندنا فد حالة شمولية، كل إنسان نعتبره إذا نكرهه رأسا نعطيه استكر، نقول هذا من أعداء الله. مو أعداء الله، مو كل إنسان يكون عدو لله، أعداء الله مبين منه، واضح أعداء الله منه، أعداء الله معروفين. بس حالة الشمولية في الإنسان كل واحد يختلف وياه، لو أخوه يكون يقول هذا من أعداء الله، ماكو شيء، أعداء الله معلومين، هذول اللي دمروا الدين. نعم، لما إحنا نوصل نريد نعطي عناوين، إحنا كل إنسان نعتبره دمر الدين، شنو هال؟ أعداء الله، هذا استثناء. القلب لم يخلق إلا للمحبة بتواتر الآيات والروايات فقط وفقط. القلب ليس موضع للضغائن، للحسد، هذا إناء الله في الروايات. الله تبارك وتعالى يقول إذا عينك عصتني، لسانك عصاني، إيدك عصتني، أذناك عصتني، الأذن عصتني، يهون، ولكن هذا القلب إنائي، هذا لا تلوثه، لا تسمح أن القلب يتلوث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان شنو؟ شوفوا الآيات، آيات عديدة أكو، واضح أن الإحسان على درجتين، على مرتبتين. الإحسان الظاهري أن تقدم نفعاً لشخص آخر، هذا يسموه إحسان. أما الإحسان الحقيقي، لاحظوا الإحسان الحقيقي هو الحب، غض الطرف. الإحسان الحقيقي فاعفوا، شوفوا الآية، هذا صريح الآية، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. اعفوا واصفح، مو بس تعفوا، أصلا ما ترتب أثر. إن الله يحب المحسنين، شنو الربط هذا؟ هذا يسموه مناسبة الحكم والموضوع. أهم مصاديق الإحسان هو شنو؟ أن الإنسان يطوف، هذا الإحسان، مو إيجاد نفع للآخرين، هذا المعنى الظاهري، إيجاد منفعة، خدمة لشخص. أفضل خدمة لشخص أن تعفو عن سيئاته، هذا الإحسان، هذا اللي الله يحب المحسنين. راجعوا التفاسير، الإحسان يعني هذا، الإحسان يعني أن الإنسان ما يعاقب الآخرين، مو أنه يقدم لهم خدمة أو نفع. نعم، وإن كان هذا من الإحسان في أدنى مراتب الإحسان، هذا قانون الله تبارك وتعالى. خلق القلب لغير الضغينة، ونحن نشحن القلب بكراهية وضغينة وتنافر في القلوب تجاه أقرب الناس إلينا. إنسان تشوفه العياذ بالله، لو تكاشفتم لما تدافنتم، يحمل حقد تجاه أبيه وأمه، يتمنى أنه يموتون. شنو هاي الحالة؟ شنو هاي الكراهية؟ القلب، القلب أهم شيء فيه أن ينشحن بالمحبة تجاه أي إنسان، لو كان هذا الإنسان حتى الإنسان الذي شوفه لا يرجو أيام الله، حتى هذا الإنسان. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أشعر قلبك الحب لجميع الناس والإحسان إليهم. جميع الناس، إشعار، إظهار،
الحب. الناس حتى الإنسان اللي مثلا منحرف، مو منحرف يعني قلت انحراف اللي يعتبر مثلا انحراف اللي يضل عن سبيل الله، لا، هذاك استثناء واضح. لا، فد واحد ما يعرف بعض الأمور، منحرف، حبه ما يخالف، شنو الإشكال؟ مو حبا له بلحاظ هذه الحالة، بلحاظ أنه إنسان. الكراهية تجاه الآخرين تتولد شيئا فشيئا، تتقدم تصل إلى مرحلة المعارك والمشاكل. هذا يخرب معادلات رب العالمين. الله يريد فد واحد ملعون، صحيح، ملعون يريد يطي دنيا، انت ليش تخرب الدنيا عليه؟ ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الله يريد يجزيه، ينطي دنيا، ليش انت تحسده؟ الله يريد يطي عزه، يريد يطي كرامه، هو ما يستاهل، بس الله يريد يمتحن عباده. وانياها ومالتها اتدخل في معادله رب العالمين. انا لما اكن البغض والضغائن اقوم اتعامل وياه تعامل مزين. الله يقول تواضع له، اتحمل له. شلون الانسان يكون في قلبه ضغائن ويقدر يتحمل الاخرين؟ ما ممكن. لذا الحب واجب مهما كان الفرد. تخرب معادلات الله رب العالمين، عنده معادلات في الحياة، تدمر هذه المعادلات. بالنتيجة الله تبارك وتعالى يعطيك الآخرة. الآخرة مليون سنة، ومو مليون سنة، مليون قرن، ومو مليون قرن، بلا حدود. إن شاء الله هناك تتنعم. حقيقة هذه الآية آية عجيبة حقيقة. أنا أقراها حقيقة أتمزق، أكاد أتمزق، بس شو نسوي؟ قل، آية تأمر للذين آمنوا، إذا تعتبر نفسك يغفروا للذين تشوف أشياء طرف ظالم ملعون معتدي مستهتر، أنت لازم تروح تطوفها، يأذي يقوم يكابر عليك، وأنت لازم شنو؟ تغفر، مو تتظاهر غفران، مو أنه تمارس تتعامل معه تعامل، لا، لازم أبدا ما يبقى في بالك شيء. هذا معناه تغفر، يغفروا معناته هذا حقيقي يمزق الإنسان. بس شو نسوي؟ هذا أمر رب العالمين. يقدر واحد يعترض على الله؟ شو نسوي يا الله؟ شو نسوي؟ الله قايل أغفر، بعد شو نسوي؟ ولمن صبر وغفر، حقيقة تمزق الإنسان هذه الآية. بس شو نسوي؟ صبر مو بس تصبر، لا، لازم تطوفها من بالك. سبحان الله، صبر وغفر، إن ذلك من عزم الأمور. عزم الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى آدم يقول ولم نجد له عزما، هذا أبونا آدم. إحنا أولاده ما عندنا هيك همة. تشوف القضية، في قضية بسيطة على مسائل كلش تافهة، على 20 دينار، على 200 دينار، على 1000 دينار، ندخل في صراع مع أقرب الأقربين، مع أقرب الناس، وعلى مسائل تافهة، على قضايا زوالة دنيا. وتقول لهم لما تحاكيه وتكلمه يقول أصلا ما أريد، فكر بنعمة الله، الله تبارك وتعالى رحمته أوسع من هذه الأمور. اتحمل، اتجرع، تجرع الغصاص. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصيته للإمام الحسن والحسين في آخر ساعات حياته صلوات الله عليه يقول تجرعوا الغصص، فإني لم أرى شيئا أحلى منه عاقبة. عاقبة تريد؟ ماكو أحلى منه. مو فقط قانون، هذا ثمرة به. الإنسان يتجرع غصة بعدين يشوف الخير بأولاده. إحنا ما نستغني عن رحمة رب العالمين، حقيقة ما نستغني. إحنا عندنا أولاد، إذا ما عندنا، عندنا أهداف. واحد عنده هدف يتزوج، أهداف زواج، أهداف شغل، أهداف سعادة. السعادة ما تجي هالشكل،
حقيقة مهمة هذه. في الحديث حديث في الكافي الشريف، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فد واحد اسمه من أصحاب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أبان ابن ميمون، هذا القداح، يقول اجيت عند الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الإمام الباقر قال لي اقرأ من القرآن في الكافي الحديث. قلت له يا ابن رسول الله من وين؟ قال من السورة التاسعة. سورة التاسعة سورة البراءة. فيقول فصرت ألتمسها، يعني أحاول أعالج ما أتذكر. فقال عليه السلام اقرأ من سورة يونس عليه السلام، يونس السورة العاشرة. فقرأت وتلوت هذه الآية، شوفوا الآية أنا أقرأها بعدين أكمل الحديث. للذين أحسنوا، قلنا الإحسان شنو؟ الإحسان الحقيقي للذين أحسنوا أربعة أشياء: أولا الحسنى، وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يقول أكو فد بحث في التفسير، بحث كلش صراع شديد أكو في التفسير، أن هذه الزيادة شنو؟ للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، حسنى من أسماء الجنة، هاي زيادة شنو؟ معركة، أكو معركة آراء في معنى هذه الزيادة. شنو هذه الزيادة؟ البعض قالوا الزيادة شنو؟ الرضوان الإلهي. هذا كلام مو صحيح، لأنه في سورة التاسعة يعني السورة القبلية هي سورة التوبة، الله يقول ورضوان من الله أكبر. إذا هذه الآية نظرها الرضوان الإلهي الذي هو أكبر من الجنة، لازم يصير وأل زيادة، لازم يدخل عليها ألف العهد الذكري، يعني وذيك الزيادة اللي إحنا قلناها في السورة السابقة سورة يونس، هذه السورة السابقة سورة التاسعة سورة البراءة، لازم يصير مثل رأيت رجلا وأكرمت الرجل، يعني نفس ذاك الرجل. إذا قلت رأيت رجلا وأكرمت رجلا، يعني هذا اللي أكرمته رجل ثاني غير هذا اللي شفته أنا، صحيح؟ لازم يدخل عليه ألف لام. فالزيادة هذه مو رضوان الله، فشيء أكبر من رضوان الله سبحان الله. ليش أكبر؟ لأنه جاءت نكرة. شنو هذه الزيادة؟ هسه أقول ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يرهق يعني لا يكسو وجوههم قتر، القتر يعني هم غم، ما يشوف وجهه هم غم. تدري الإنسان الهميم، الإنسان اللي عنده هم وقلب هم غم في قلبه، وين يظهر؟ يظهر على الوجه، ما تشوف بوجهه هم غم، ما يكسو وجهه هم غم. ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. في الرواية أكو في تفسير هذه الزيادة، أكو رواية أن الإنسان يؤتى في يوم القيامة فيوقف الإنسان المحسن، فيوقفه موقف يقول له انظر إلى وجه الله، حقيقة شرف رهيب. هذا ما تجده في عبارة كتبها ولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، توقيع في الرسالة التي كتبها إلى الشيخ المفيد، تعبير عجيب، يقول ولو أن أشياعنا، شوف، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته، لو كانوا على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم شنو؟ الحظ بملاقاتنا، ولتعجلت لهم السعادة برؤيتنا. الله.
رهيب. بس شنو لو تدرون لو تدخل على قضيتين ممتنعتين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني مستحيل أن يكون آلهة إلا الله ومستحيل أن يحصل فساد في السماوات والأرض. لو مع الأسف المولى صلوات الله عليه استخدم مادة لو، لو كانوا على اجتماع من القلوب، مو بالضرورة القلوب تجتمع في كل شيء، لا، المهم أن القلوب تجتمع، لا تتدابر لا تتنافر، تجتمع هسه بمقدار اللي ممكن. المولى يقول هذا إذا كان يحصل كانوا كنتم أشياعنا، لو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم الحظ بملاقاتنا، ولتعجلت لهم السعادة برؤيتنا. القلب الطاهر هذا والله شرف رهيب، والله شرف هذا وعد. إذا واحد قدر حقيقة يطهر قلبه يحظى بشرف ملاقات سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. شنو شرف أكثر من هذا؟ تسوى السالفة. صحيح صعب، إنسان يقدر يجاوب، يقدر مثلا في بعض الأحيان الإنسان ما يقدر، خب، أما لما يقدر صعب، تقدر ترد عليه، تقدر تفحمه، تقدر تدمره وهو ضعيف، تقدر عليه، ما تخاف منه، مع ذلك اغفر تجيك خيرات. الإنسان يشوف الخير في حياته في كل أبعاد الحياة حقيقة، إضافة إلى أنه هذا قانون، شئنا أم أبينا، مثل قانون الطيران جاذبة، ما محكومين له هذا القانون حقيقة، محكومين. العنوان الثالث في مسألة القلب، في مسألة اللي عنوان غامض لا يدركه أغلب الناس في هذا المجال، الحب قيمة مستقلة. شوفوا، مو بالضرورة أن الطرف الآخر يحبك، ومو بالضرورة أن يكن لك الحب، ومو بالضرورة أنه يتعامل معك بمحبة، أبدا. الحب هو قيمة مستقلة فردية، هذا مربوط فيك أنت، ما يخصك بالآخرين. إحنا مجبورين، الجو والماء إذا كان غير نقي إحنا مجبورين ننقي الجو، لأن نعيش إحنا بنفسنا. حتى إذا الآخرين مفرط، إذا أصحاب الإنسان اللي يعيش في الحياة الآخرين معه في الحياة يعكرون الماء، يفسدون الجو، أنا مضطر أن أنقي الجو، ما عندي شارة، هذه حياتي. مو بالضرورة أن الآخرين أيضا يفهمون، حتى إذا الآخر ما يراعي، حتى إذا الآخر يلوث الماء، أنت لازم تنقي الماء حتى أنت تعيش، هذه عيشتك. الآخرين إذا ما يكنون حب، بل يكنون البغض لك والعداوة لك ويؤذوك، أنت كن دخل استر في قلبك الحب، هذه حياتك تجلب لك الخير. هذه قضية مرتبطة بشخصيتك، ما ترتبط بالآخرين. هذه حقيقة الحب، هذه قضية فردية ما لها ربط بالآخرين. في المثل، أجمل مثل من أجمل الأمثال اللي سمعته، يقول لا حديث التعبير هذا، لا مجال لإنصاف الحلول عندما يصل الأمر إلى النزاهة. عندما يصير الحديث عن النزاهة، لا تتحدث أنه الطرف الآخر كم يتحمل من النزاهة، فهذا تقسيم، أنا أقوم بجزء من الدور والآخرين يقومون بجزء من الدور، هذا الأمر في كل شيء جاري إلا في النزاهة. النزاهة ما لها ربط بالآخرين،
لا مجال لإنصاف الحلول عندما شنو يكون الأمر يرتبط بالنزاهة. كن نزيها ما يخصك بالآخرين، لا تتقاسم النزاهة بينك وبين الآخرين، احتفظ بها كاملا لنفسك، ما يخصك بالآخرين. النزاهة ما لها ربط بالآخرين، لاكو تقسيم، ماكو حصة. أنا أحرز جزءا من النزاهة في الحياة الاجتماعية، مثلا الزوجة لازم تحرز جزءا آخر، أبدا. النزاهة شيء كامل لازم يحرزه الإنسان، ما يرتبط بالآخرين. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ثلاثة من لقي الله بواحدة منها وجبت له الجنة: الإنفاق من إقتار. هسه مو شاهد الحديث الثالث، المهم هذا التعبير: وإنصاف الناس من نفسك. يعني انصفهم من نفسك، انطي حصة من نفسك. هذا معناته إذا أنت كنت مكانه شنو كنت تسوي؟ هو هذا بالنتيجة كان يتوقع منك شنو؟ أنت سوي شيء اللي يتوقع منك، هذا معناته الإنصاف. ثلاثة من لق، ما قال لو، الحمد لله رب العالمين، هذا مبشارة. من لقي الله بواحدة منها وجبت له الجنة، حقيقة تسوى، والله تسوى. الإنسان يوم القيامة الله تبارك وتعالى ليه حاسبه؟ هسه بالدنيا يتجرع الغصص، حقيقة صعب، أدري صعب. أنا تصير لي يجيني واحد تشوفه سافل أجلكم الله، يجي يناقش الإنسان في شغلة كلش تافهة، وأنت تضطر، مو أنه ما تقدر عليه، تقدر بكلمتين تفحمه، وأنت تضطر تقول له إيه نعم أنت صحيح تقول. حقيقة صعب، بعض أوقات يكاد الإنسان يموت من القهر، بس شو نسوي لما رب العالمين كلفنا؟ شو نسوي يا الله؟ شو نسوي؟ نقدر نعصيه؟ شو نسوي يا رب العالمين؟ هذا جانب. الجانب الآخر شوف خيره، طوفها فد مرة، بعدين افتح عينك شوف شلون الله يفتح عليك الخيرات. والله هي أنت شغلة بسيطة تطوفها، والله تنهال عليك رحمة، والله غريبة، والله أي أحلف، والله غريبة غريبة. فتبرك الإنسان يشوف، فتشكل تجي أمور اللي ما يتوقعها، والله مليون ضعف الله يعوض لك في الدنيا مو في الآخرة. وأشرف ما يعوضه الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: انظر إلى وجه الله ومولانا صلوات الله عليه، هو وجه الله. هذا نص التوقيع الشريف المعروف الذي كتبه إلى الشيخ المفيد: وأعيد، ولو أن أشياعنا على اجتماع القلوب لما تأخر عنهم الحظ بملاقاتنا، ولتعجلت لهم السعادة برؤيتنا، والله ما فوق ذلك من خير. هذا الجزاء الذي الله تبارك وتعالى اختاره للإنسان المحسن. الإحسان قانون، الإحسان مبدأ، الإحسان واجب على الإنسان. الحب ليس شعور، ليس أحاسيس، الحب إرادة، أنت تفعله. إذا ما عندك في قلبك حب بالقوة، افرض على نفسك، تقدر تفرض على نفسك تجاه الآخرين الحب. ليش هذه الكراهية؟ ليش هذه المشاكل الهائلة في العوائل؟ ليش هذه الحالات الغريبة؟ أبو يعتدي على ابنه، ابن يعتدي على أبوه، يقتل أبوه، شنو وين وصلنا؟ حقيقة هذه الحالات حالات يجب الوقوف عندها، يجب إعادة النظر في مفهوم الحب حقيقة. حتى اللي يسبك، حتى اللي يحكي عليك بالفاضي يسبك، أنت ما مسوي شيء، ما يخالف، حبه، ليش تكرهه؟ ليش تكرهه؟ في الله حبه، حتى الله هم يحبك. إحنا ما نستغني عن حب رب العالمين، إن الله يحب المحسنين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.